دخلت موهبة من ثالث ابتدائي، طبعاً أقوى دعم كان من أهلي، والمدرسة دعمتنا اختارت أكثر من بنت، فسجلت موهبة رحت اختبرت ثالث ابتدائي، يعني للأسف ما حالفني الحظ، اختبرت مرة ثانية بسادس ابتدائي، أعجبني الموضوع وحبيته، دخلت برامج موهبة من مرحلة متوسطة، طبعاً مع الأحوال الصحية دخلت كلها عن بعد، دورات كانت عن بعد، وهذه أول سنة لي حضوري. دخلت كثير من برامج موهبة، منها برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي، وبرنامج موهبة الإثراء المهاري كان عن بعد. جداً استفدت، كان مرة ممتع، استفدت كثير، تعلمت في برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي، دخلت وحدة الطاقة المتجددة، تعلمت عن الطاقة المتجددة والغير متجددة، وإيش راح تكون استخداماتها في المستقبل إذا نفذ النفط. استفدت كثير من برامج موهبة، نمت المهارات الاجتماعية عندي، زي مثلاً صرت اجتماعية أكثر، أقدر أتكلم مع الناس، وعلمياً أكيد استفدت، حددت ميولي هندسة الطاقة إن شاء الله، طموحي إن شاء الله أني أصير مهندسة الطاقة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وإن شاء الله أني أكون من أكبر المهندسين إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. رسالتي لكل الطلاب اللي حابين يشاركون في برامج موهبة، يدخلون الاختبار مقياس موهبة، وحتى إذا ما حالفهم الحظ يقدرون يدخلون أكثر من مرة وما يستسلمون ولا يأسون. موهبة حيث تنتمون.